أن نطيع أبي وأمي لأنهم من نعم الله علينا. إذن بر أبي وأمي من أخلاق وقيم الدين، لأن أبي وأمي سر سعادتي، لا أستطيع أن أعيش بدونهم. أبي وأمي سر سعادتي. هيا يا أبطالي هنستمع إلى هذا الفيديو التسجيلي، قصة عن بر الوالدين. مستعدون؟ ها؟ أبي، أعتقد أن هذا المكان مناسب للتخييم. سوف نذهب إلى مكان رائع على الجانب الآخر من هذه الجبال. في هذا الكتاب العديد من الأفكار الرائعة والمثيرة التي يمكننا القيام بها في هذا المخيم. حسناً. شكراً على ثقتكم. أعدكم بقضاء أجمل الأوقات في هذه الرحلة. أبي، كيف حالك؟ ماذا؟ حسناً، سوف نأتي حالاً. قبل كل شيء، سوف نبدأ بال... عذراً يا نورة، سوف نذهب للقرية فوراً. جدتكم مريضة. جدتي؟ الحرارة مرتفعة قليلا. نعم، أشعر بذلك. يجب أن نتصرف حالا. سوف أقوم بتحضير كمادات الماء البارد لنضعها على جبينها. سوف أقوم بتدليك أطرافها حتى ننشط دورتها الدموية. سأساعدك يا أبي. جدتي؟ حمدا لله على سلامتك يا أغلى الناس. كنا في شدة القلق. الحمد لله، أنا بخير الآن. يكفي شعوري بكل هذا الحب منكم. بعد شفاء جدتي شعرت بإحساس جميل لا يوصف. سوف أقوم بتأليف كتاب عن البر ودوره المهم في إطفاء الحب والسعادة على حياتنا. إذن يا أبطالي، الصوت واضح؟ الحديث هنا يا أبطالي وفراشات الجميلات يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن يا أبطالي، لقد وصانا الله تعالى ورسولنا الكريم على الأم 3 مرات والأب مرة واحدة. أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ إذن؟ قال: نعم، بل كلاهما يا رسول الله. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. Thank you.
إذن أبطالي وبنات الجميلين، نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة أوصانا على ماذا؟ أوصانا على أبي وأمي، الصوت مفتوح لأولادي وأبطالي وفراشات الجميلين، لأن وصية الله والرسول على أبي وأمي. إذن طاعة أبي وأمي واجبة، واجبة. اتفقنا يا أبطال؟ طب هيا نستمع إلى هذه القصة عن بر الوالدين ثم نعود. حيض نزرعها نعليها، بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى، ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا، وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. قيم 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 قيم. ماذا بك يا نورا؟ لما يبدو عليك الحزن هكذا؟ لقد فعلت أمرا خاطئا يا فواز. يا إلهي، ماذا فعلت يا نورا؟ لقد خالفت أوامر أمي، وأخشى غضبها هي وأبي. ماذا حدث بالضبط؟ أخبريني. هي يا أبطال، انظروا ماذا تفعل. رتبت ورشتي قبل خروجها مع أبي، وطلبت مني الاهتمام بدراستي، لكني بدلا من ذلك انشغلت بلعبتي الجديدة. ثم كنت أنوي اللعب بها قليلا ثم أذاكر، لكن الحماسة أخذتني فمضى الوقت دون أن أذاكر، وليس هذا فحسب. وماذا أيضا؟ لقد أفسدت ترتيب الحجرة أيضا. يا الله، ولم يعد هناك وقت قبل عودة أمي وأبي لأصلح أي شيء. لقد أخطأت بالفعل يا نورا، ووالداي سيعودان قريبا، لكن ماذا؟ ربما لا يزال بيدنا شيء نفعله. رائعة تذاكر وأخوها يساعدها. السلام عليكم. نورا، فواز، أين أنتما؟ وعليكم السلام. أريد أن أعتذر إليك يا أمي. لماذا يا حبيبتي؟ لقد عصيت أوامرك وتركت المذاكرة وانهمكت في اللعب، بل وأفسدت ترتيب الغرفة التي تعبت أنت في ترتيبها. لكننا تدركنا كل شيء في النهاية. ماذا تعني؟ عندما أدركت خطائي شكوت إلى فواز، فقام ليساعدني، واهتم هو بترتيب الحجرة، وقمت أنا بالمذاكرة. حسنا جدا، هذا رائع. كنت في غاية الحزن لأنني لم أسمع كلامك يا أمي. لا بأس يا حبيبتي، كلنا نخطئ، المهم ألا نكرر أخطاءنا. ولكن بقي يا نورا شيء آخر لتفعليه. وما هو؟ يجب أن تشكري أخاك على ما فعله لك من مساعدة وتوجيه. شكرا لك يا أخي، لأنك دائما تساعدني عند وقوعي بالأخطاء. هذا واجبي يا أجمل أخت. نعم نعم، هؤلاء هم أبنائي. أشكركم يا أبطال. إذن من بر الوالدين، افتحي جنجون الصوت، أخبريني يا جنى، عندما أفعل شيء خاطئ لأمي، أردت أمي أن أحضر بعض الأطباق وأساعدها في إعداد الطعام، هل أبكي وأقولها لا لا يا أمي أنا لا أريد أن أساعدك، كل شيء جنى جنى جنى، هل أقول لها هذا؟
أم أقول لها حاضر يا أمي، أنت قطعة من الجنة. أبلغها وأقول حاضر يا أمي، وأجري مسرعة نحوها وأساعدها. ولكن يا جنجون، إذا ساعدت أمي وعن غير قصد، قمت بإلقاء الماء وأنا أمشي في الطريق، أو وقع مني الطبق أو الصحن عندما أردت أن أساعدها وأذهب به على المائدة، سقط مني الطبق، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ها؟ ماذا فعلت نورة؟ لا أسفة. أحسنت يا جنجون، أعتذر لأنك أجمل البنات، أجمل بنت في الكون. أسفة يا أمي، أنا لم أقصد، هذا سهو أو الشيطان ضحك علي، أنا لم أفعل هذا مرة أخرى. وأحضر المناديل وأنظف مكان ما وقع مني. لأن أبي وأمي ماذا يا جنجون؟ سر سعادتي. عندما تكون ماما ليست موجودة بالمنزل، هل أكون سعيدة؟ من يحضر لي الطعام يا جنى؟ من يحضر لي الملابس والطوك؟ الملابس والطوك الجميلة. أمي. من يساعدني في الواجبات؟ أمي. أمي. إذن أخذ يد أمي وأقبلها وأقول لا، أعتذر يا أمي إذا فعلت شيء يغضبك، أنت قطعة من الجنة، أنا لا أفعل أي شيء يغضبك، بل بالعكس سوف أساعدك يا أمي، أنت فتاة جميلة يا جنجون، وماما سعيدة جدا بوجودك، أشكرك، أنا سوف أنتظر منك تقبلين يدي ماما، اتفقنا يا جنى؟ لأن أبي وأمي ماذا يا جنى؟ أبي وأمي ماذا؟ سر إيه؟ سعيد. سر سعادتي. أشكرك يا جنجون. هنأخذ حور، تفضلي يا حور، افتح الصوت يا أجمل البنات. عندما تكوني متعبة يا حور، من يرعاك يا حور؟ أمي. هل أحد آخر؟ لا، إذن أبي وأمي ماذا يا حور؟ سر سعادتي، بدونهم لا أستطيع أن أفعل شيء وأمرض زيادة. أجل، حفظكم الله ورعاكم. إذن أبي وأمي سر سعادتي، ماذا أفعل كي أساعد أمي يا حور؟ عندما تطلب أمي مني شيء، لا يا أمي أنا لا أريد أن أفعل هذا، كل شيء حور حور. أم أقول لها حاضر يا أمي؟ حاضر يا أمي. أحسنت، لأن أبي وأمي ماذا يا حور؟ سر سعادتي. أبي وأمي ماذا يا حور؟ سر سعادتي. أحسنت يا أجمل البنات، أشكرك. محمد العباسي، افتح الصوت يا بطلي، من يلعب معنا ويجعلنا سعداء؟ انظر إلى الصورة، أبي وأمي الاثنين، فأبي يجعلني سعيدا، انظر يلعب معنا واجعلنا سعداء، لأن أبي وأمي ماذا يا محمد؟ سر ماذا؟ سر سعادتنا. هل تستطيع أن تعيش بدون بابا وماما؟ من يساعدك في الواجب؟ من يقول من يساعدك في الواجب؟ ماما. اذا اقبل يد امي، هيا قبل يد ماما، لان ابي وامي ماذا؟ اعطيها قبلة، اعطيها قبلة يا محمد، ابتعد عن الكاميرا واعطيها قبلة، لان ابي وامي سر سعادتي، اشكرك دانا. هيا يا دندون افتحي الصوت، اخبريني يا دانا، هل يا دانا أتعارك مع أختي وأخي وأصيح بصوت عالي وأقول لا أخي أخذ هذه اللعبة مني يا أمي وأصيح بصوت عالي، أم أحب أخي لأن أخي الكبير هو من يساعدني؟ من ساعدك الآن يا دانا؟ ها انظري إلي، من يساعدك الآن يا دانا؟ ماما وأخي، أنا رأيت أخيك، إذا ماما إذا كنت بمحبة أخيك فكأنك تحبين ماما وتسمعين كلامها، إذا هل أتشاجر مع أخي الكبير؟ أخبريني.
لا، لا أتشاجر مع أخي، بل أحضنه لأنه يساعدك، ولأن ماما سوف تكون سعيدة عندما أكون أنا وأخي متحابان. أجل يا دانا؟ طيب أبي وأمي سر ماذا؟ سر سعادتي. هل تستطيعين أن تعيشي بدون بابا وماما؟ عندما تخرج ماما من المنزل تذهب إلى السوق تكونين ملة وحزينة. إذن أبي وأمي ماذا يا دانا؟ سر ماذا؟ سر سعادتي. أشكرك. هتيف افتح الصوت يا عمري، اخبريني يا هتيف من يذاكر معنا ويلعب معنا؟ هل الجيران؟ بابا، لأن بابا وماما سر سعادتي. بابا وماما ماذا؟ سر سعادتي. أحسنتي أحسنتي يا هتيف. هل تساعدين ماما في المنزل يا هتيف؟ نعم. أحسنتي، أنت أجمل البنات، أشكرك. إذن يا حازم، ماذا أفعل كي أستطيع أن أبر أبي وأمي وأجعلهم سعداء؟ أساعد ماذا يا حازم؟ أساعد أمي يا حازم، أنت وجنى، عندما يكون لدينا أخ صغير، بيبي صغير. حاضر يا أمي سوف أساعده. ماذا أفعل؟ أحب أخي وأحب أختي الصغيرة، وعندما تبكي أضع لها الأشياء المطلوبة، عندما تأمرني أمي أن أضع لها اللهاية أو أطبطب عليها وأحتضنها، أفعل ذلك. بهذه الأفعال الطيبة أساعد أمي. يا آدم، هل تساعد ماما في المنزل يا آدم؟ نعم. عندما تقوم ماما بإحضار الغداء والفطار وتقول لك يا آدم من فضلك يا آدم أحضر المائدة، تقوم بإحضار المعالق والأطباق، هل تساعدها أم تقول لها لا يا أمي كل شيء آدم آدم، أم تساعدها؟ تساعدها وتقول لها حاضر يا أمي. هل أغضب على أمي يا جنى؟ مازن، هل أصرخ على أمي وأقول لها يا أمي أنا أريد أن أشتري هذه اللعبة؟ عندما أكون في المول أو السوق وتعجبني لعبة، هل أصيح على أمي؟ أقول لها أنا أريد هذه اللعبة، هاي محمد؟ لا، هذا غضب ويغضب الله. هناك ثلاثة أشياء إذا فقط نظرت إليهم أخذ حسنات كثيرة، ما هم؟ أبي وأمي، المصحف أو القرآن، والكعبة الشريفة. هذه الأشياء الثلاثة إذا فقط نظرت إليهم أخذ حسنات كثيرة. أذاكر وأسمع كلام أمي، لأن المذاكرة تسعد أمي. وأبي وأمي ماذا؟ سر سعادتي. هل أتشاجر مع أخي؟ هيا آدم، دانا، هتيف، أنا لا، أنا ألاعب أخي الصغير، لأن حب أخي يجعل أمي سعيدة، وأبي وأمي سر سعادتي. أبي وأمي ماذا يا مازن؟ سر سعادتي. أشكركم. هيا نستمع إلى هذه الأنشودة وستنتهي. أنا أرى جوهرة. بكرم وحرف الراء بجوهراء. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لا 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 لا. بالبر حمينا أسرتنا من فرقتها وتباعدها. بالبر حمينا أسرتنا من فرقتها وتباعدها. فالحب هنا قد جمعنا، فالحب هنا قد جمعنا، وستبقى الألفة في غاديها. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. ما أحلانا حين ترانا بالبسمة جمعت نزدانا. ما
أحلانا حين ترانا بالبسمة جمعتنا ازدانا. لست ترى للحزن مكانا، لست ترى للحزن مكانا، والسعد مودتنا صانا. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي، بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. أمي وأبي قد ربونا بالحب وفعل الخيرات، أمي وأبي قد ربونا بالحب وفعل الخيرات. حصدوا ما قد زرعوا فينا، حصدوا ما قد زرعوا فينا، منهم نلنا خير صفات. يا أمي حاضر تأمرني يا أبي، بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لا 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 لا. يحلو العيد إذا ما كنا بتراحمنا مجتمعين، يحلو العيد إذا ما كنا بتراحمنا مجتمعين. لزكاة الفطر وزعنا، لزكاة الفطر وزعنا، يا رب تقبل آمين. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي، بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. أشكركم يا أولادي على حسن الاستماع، أترككم في رعاية الله أمن وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.